خبروكي شو صاير اليوم؟ اليوم قاتلين حصانة للسلطانة هيام. شو هالحكي؟ ليش مين بيسترجي يعمل هيك شي؟ شو اللي عم بيصير هون؟ سلطانة خديجة، منيح انك جيتي. انت شلون بتقولي لمولاتك هيك شي؟ انا لو بدي موتك ماني بحاجة لأخذ خنجرك، لأنه ببساطة فيني خليوني يقتلوكي امتى ما بدي، فيني ما خليكي بها القصر. خدي خنجرك وانقلعي. خنجري خليه معك يا سلطانة، بلكي بذكرك الشغلات يلي قلتلك ياها حتى ما تنسي. سلطانة هيام، مين اللي قتل حصان هيام؟ مولاي السلطان هداها اياه، معقول في حدا بيتجرأ وبيقتل لي اياه؟ بكفي درر تحت، فيك تروحي. سلطانة، مو مزبوط اللي قالته هيام، مو هيك؟ هيام أكيد ناوي على شي. شو هالسؤال هاد خديجة؟ جاوبيني بصراحة لو سمحتي، انتي بعتيهم يقتلوا حصانة؟ جاوبيني. لا، مو أنا اللي بعتهم. بعتذر إنه شكيت فيكي. ما بدي أحكي بهذا الموضوع. مولاتي، جلالة السلطان مانو موجود. لوين راح السلطان؟ تعرف؟ جلالة السلطان راح على اجتماع الديوان يا سلطانة. انت عم بتساويهم. سلطانة، انا ما بدي اياكم تلمسوا ولادي ولا حتى تفوتوا على جناحي. العفو منك سلطانة، الأميرة طلبت مني انه جدد لها شعراتها. الجارية الثانية وينها؟ ناديلا. ليش لساتك واقفة؟ روحي ناديلا. ماما انت مش معصبة؟ ما في شي يا روحي، لا تخافي. اسمعوني منيح، روحوا بسرعة وضبوا غراضكم، ما بدي شوف وشكم مرة تانية. بس يا سلطانة، السلطانة الأم هيك أمرتنا. وشو كمان أمرتكم السلطانة الأم؟ ما شرحت لكم كمان كيف بدكم تتخلصوا مني؟ أنا ما حاسمح لكم تضلوا عندي، اطلعوا وخلوني يبعتولي نيلوفر وأسمى. أما بخصوصكم أنتوا الاثنين، أصحكم تقربوا من أولادي.
لونك حمر ماما؟ انت بكيانه؟ رجعوا زعلوكي؟ لانهم ما بيحبونا حبيبتي، لا إلي ولا إليك ولا حتى بيحبوا اخواتك. مين قصدك ماما؟ السلطان الام يعني ما بتحبنا؟ نيلوفر، أسماء، أسماء، روحي هلأ لعند الأولاد، ما رح أرضى أنه وحدة غيرك تهتم فيهم. بس يا سلطانة، عملي اللي عم قوله وبس. خدي مريم يلا. سلطانة، ما بدي إياك تعصبي، بس برأيك السلطان الأم إذا عرفت شو راح تعمل؟ تعمل اللي بدها إياه، ما بيهمني بعد ما قهروني وقتلولي حصاني اللي بحبه. مولاي هداني هالحصان وأنا سميته عشق من عشق إلى السلطان، ومتوقعة منها أكتر من هيك. هدفها الأساسي إنها تقتلني، بس هي عم تنتظر الفرصة المناسبة. مشان هيك يعني لوفر لازم نضلنا منتبهين، لأنه ممكن تقتلني بأي لحظة. مولاتي السلطانة. السلطانة الأم عم ترتاح هلأ يا سنبل، بعدين تعال. ليش مفكرة أنه أنا ممكن أزعج السلطانة لو ما في شي مهم؟ شو في يا سنبول؟ احكي. السلطانة هو يا مولاتي. شو عملت كمان؟ بصراحة يا مولاتي، السلطانة هو يام قلعتن للجواري اللي حضرتك بعتي لها ياهن، ورجعت لنوفر واسمها اليوم لعنده. شو نعمل معه؟ ما تعملوا لها شيء، مدام هي متعودة على جواريها خلص خليهن عندها. بس ما بيصير هيك يا مولاتي. درة، نريني مولاتي. خنجر هيام لساته معك مو هيك؟ أخدته وخبيته لساته معي. مولاتي شو قصدك؟ خبر هيئة الديوان يكونوا بكرة جاهزين يا مأمون أغلو. أمركم مولاي. مولاي. سلطانة. بالي باشا. هيام، خير؟ شبكي صاير معك شي؟ لازم احكي معك يا مولاي. تعالي معي. ليش وشك هيك اصفر؟ شو صاير معك؟ شو في؟ ليش عم تبكي؟ حصاني عشق مات يا مولاي. شو صار له؟ أنا بعرف إنه ما كان مريض وما في شيء أبدا. الحصان ما كان مريض سليمان، كان كتير منيح. قتلوا العشق، دبحوا بالخنجر، تصور يا مولاي، وبالخنجر تبعي. مين بيتجرأ يدبحوا بهي الطريقة؟ ما بعرف يا مولاي، بس رحت شفته كان واقع على الأرض وغرقان بدمه. لسا مبارح بس رحت شفته وطعميته بإيدي. لا تبكي. مأمون أغلو تعال. مولاي، قاتلين الحصان اللي هديته للسلطانة هيام وجوات قصري يا مأمون. ومين بيتجرأ يساويها؟ عرف لي مين اللي عمل هالعملة وجيب لي لهون فورا. أنا بنفسي رح حاسبه قدام الكل. لا تأكل هم مولاي، أنا رح دور عليه فورا، أكيد رح لاقي له المجرم وجيبه لعند حضرتكم.
لقوا الصبح مقتول بالخنجر. في حدا منكم سمع أو شاف شي؟ والله أنا هلأ عم بسمع منكم. يا حرام، شو كانت بتحبوا السلطانة هيام؟ والله شي بيحط العقل بالكف، مع أني رحت وسألت الكل بس ما حدا شاف شي بنوب. ايه والله. ست فريال، قال أنت يلي خبرتي السلطانة، شو شفتي هنيك؟ احكي لي. ما شفت شي أبدا، قالوا لي مقتول بس. مين هدول؟ بقصد الحارس بلال. قمت رحت فورا لعند السلطانة هو يا مخبرته، هو إجا معي وكان السايس بجنبه. وينو الخنجر؟ ليكو الخنجر معي. كأنه هالخنجر كتير مهم. هو للسلطانة هيام. كيف يعني؟ وأنا استغربت، أكيد في حدا أخده من جناحها. إذا بتعرفي شي قولي. شو بدي أعرف؟ أنتو فيكم تطلعوا هلأ، رح أقق مع الجواري، مستحيل ما يكونوا سمعوا أو شافوا شي. يا مأمون باشا، بذكر إني شفته لهالخنجر بإيد الست نيلوفر آخر مرة. نيلوفر؟ هي جاريتها للسلطانة هيام. حاج تبكي حبيبتي، بوعدك إنه رح عاقب كل واحد إلو يد بهالموضوع. شفتن شو عم يعملوا فيه؟ بدهم يخلصوا مني يا سليمان. هو يا مسمعيني، انت اجمل وش بالعالم، حبيبة قلبي وسبب سعادتي بالحياة. ما بدي شوف هالحزن بعيونك. لا تخافي بنوب، روحك هي روحي وما حدا رح يقدر يقرب منك ابدا. يلا ورجيني ضحكتك، ارفعي راسك، بدي شوفك قوية. بجوز هالمرة غيبت الطول وما بدي ينشغل بالي عليك. انت شو بتقصد؟ لوين بدك تروح؟ عنا حملة هيام، رح نروح على بودين ويمكن نوصل لفيينا. لا لا تروح، ضل معي سليمان. هيام، اذا انت رحت انا رح ضل لحالي هون بالقصر، وهيك اعدائي رح ياخدوا فرصتهم ويقدروا يتخلصوا مني. يمكن بس ترجع ما رح تشوفني أو تسمع عني. شفتي هالخنجر قبل هلأ؟ أكيد بتعرفي مين هو صاحبه. ليش ما عم تردي؟ بتعرفيه ولا لا؟ بعرفه يا بيك، هو للسلطانة. معناتها بتكوني سمعتي انه حصان السلطانة هيام لقوا مقتول. مزبوط، سمعت. احكي لشوف. شو بدك يعني احكي؟ انت قتلتي مو هيك؟ مستحيل يا باشا، كذب، عم يفتروا علي. والله العظيم انا ما دخلني ابدا. نيلوفر هاد الخنجر كان معك، بس الدرة شافته. مزبوط كان معي، بس الدرة أخذته مني بس شافته بإيدي. إمتى؟ كنت بغرفتي وقتها كوثر كانت عندي. كوثر؟ جاريتها للسلطانة ناهي الدوران، وبلشت تحكي شغلات مو منيحة بحق السلطانة هيام، فهددتها بالخنجر لأني ما قدرت أني أتحملها. وقتها أجت السدرة عصبت علي وأخذت مني الخنجر. برأيك مين وراء الشغلة؟ مين بده يكون وياه؟
واحد حط عقله بقى الحصان وعنده نفوس. اسكت بقى اصحك بلا ما حدا يسمعنا ويعمل لنا مشكله. مزبوط. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ ما بيصير، معقول نترك السلطانه لحالها؟ كانه نسيت اللي قلته وقام المره الماضيه. ليش شو قلت؟ هي سلطانه وهو باشا، يعني فيهم يحموا حالهم، مو مثلنا منروح بشربه مي. والله مزبوط هالحكي. لهيك انا وياك ما دخلنا بالموضوع. شو عم تعملوا اتنيناتكم هون؟ بدك نقدم لك تقرير يا بني ادم؟ روح على شغلك، انقلع. اسكت، روح، ما دخلك. خلاص انت خلاص ويام. والله لخليك تندم على هالحكي. ايه جرب يلا، ليكون نسيت شو صار هذاك اليوم. شو اللي صار؟ شو في وئام؟ لو بتشوفي شو كان عم يمزح. شو بده يكون صار يعني؟ وئام ست فريال، بدي اياكم تساعدوني لاني ما عم لحق لحالي، بتعرفوا اليوم كثير معجوقين. يلا احكي لي شو اللي صاير. مو وقته هلا، روحي لتشوف. هاي نيلوفر وحده كذابه كثير، لانه انا ما اخذت الخنجر منها. بس انت شفتيها ماسكته؟ نعم. معقول تشوفي خنجر مثل هاد بايد جاريه هون بالحرم لك وما تسالي ليش معه؟ طبعا انا سالت عنه يا مأمون باشا، جاوبتني انه عطتها يا السلطانه وقت قلت لها ترجعوا لمحله. بس هي ما عادت جاريه السلطانه. هالحكي صحيح، لهيك يا مأمون باشا عصبت عليها. وشو سبب درخانه؟ ليش السلطانة قلعتها؟ السلطانة الأم شافت إنه هيك مناسب أكتر. طبعاً الست نيلوفر ما بتعرف إنه مولاتي أمرت بهالشي، بلكي فكرت إنه هي أوامر السلطانة هيام. مأمون باشا، الست كوثر واقفة برا. دخلها. قربي لشوف ست كوثر. سمعت انه صارت خناقه كبيره بينك وبين نيلوفر من كم يوم، صحيح؟ جاوبيني. صحيح صحيح، سحبت الخنجر وهجمت علي، ولو ما اجت الست درة كانت هالبنت قتلتني. وشو صار بعدين؟ اللي صار. قولي يا بنتي. اللي صار انه الست درة امرتني روح. مأمون باشا، بتوقع انا هيك جاوبت على كل اسئلتك. تعرف السلطانة الام بتكون عم تستناني. أنا لا أوعى، ما رح تغلبوني أبدا. أنا السلطانة هويام، أنا لا أوعى، ما رح تقدروا تغلبوني أبدا. مو أنت اللي طمعتها يا سليمان؟ أنت اللي عطيتها القوة، سامحت أكثر من الكل، شوف شو ساويت فينا. بالي بيك. مولاي؟ شو صار معك؟ عرفت القاتل؟ مولاي لسه عم حقق بالموضوع، بس رح أعرفه قريبا. كيف هلأ السلطانة؟ هي كتير مزعوجة وخايفة، كانت كتير بتحبه للحصان. مأمون أغلو، ما بدي اياك تتساهل مع اي واحد متورط بهذا الموضوع، بدي اياك تعاقبه وما ترحمه ابدا، مفهوم؟ مفهوم يا مولاي. المقصرين لا تعفي عنهم ابدا، عاقبهم باللي بيستحقوه. حضرتك لا تاكل هم.
هيام لازم تاكلي. مولاي مأمون أغلو تعال. مولاي سلطانة يسعد صباحكم. أهلين. بعتنا خبر لهيئة الديوان رح يجوا على الاجتماع مثل ما أمرتوا. منيح. بالي بيك إن شاء الله عرفتوا مين القاتل. لساتني عم حقق بالموضوع. أنا بوعدك إنه نلاقيه. سلطانة إذا ممكن فيني أسألكم سؤال؟ إيه تفضل بالي بيك. جاريتك اللي اسمها ليلوفر أنتوا عطيتوها الخنجر؟ إيه نعم أنا اللي عطيتها إياه. لا تكون شاكك فيها. أنا لازم شك بكل الموجودين؟ مستحيل مو هي أكيد. أنا واثقة من هالشي. البنت مخلصة. مولاتي أنت بتشكي بحدا؟ ما بعرف بس يلي عمل هالشي قوي كتير وواثق من نفسه وفي شخص مهم واقف معه وقادر يحميه.